السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم تحيد ريس، واحد من أباء تلاميذ داخل هذه المؤسسة دانيا. صراحة أصلت عن نفسي ونيابة عن جميع الإخوان داخل هذه المؤسسة، وهذا راه غنقول لكم حيت كلفوني الناس باش نقول هذا الكلام، اللي هو صراحة بعد لقاء مع المديرة بركات فاطمة اللي كنحييها من هذا المنبر. نعمة المديرة، نعمة المؤطرة، نعمة الأستاذة، وصراحة تقبلتنا بواحد صدى رحب، وكان عندها واحد شنو نقول لك واحد الطابع اللي بقى في القلب ديالنا، اللي خداتنا رعت لينا صراحة في هذه الجائحة وتفهمت كل شيء. كان نورمالمون كتعرفوا انتم بلا ما يخفاش عليكم لي بروباغاند اللي كيدوروا في هذا لي جروب وديك التخربيق وديك الشيء على صعيد المغرب كامل. المهم كنا حنايا طلبنا مدام مديحة اللي كانت هي دائما معنا في التواصل، على اساس اننا بغينا نشوفوا المديرة، ربطت لينا مع اتصال، وبالفعل نهار اثنين كان عندنا معها لقاء. ما خلتنا ما نقولوا صراحة، كما كنقولوا داكشي كاع اللي كنا كنتوقعوه تقدر ديروا معنا دارت كثر. هذا وكما كنقولوا ديما، اللي ما كيشكرش الناس ما غيشكرش الله عز وجل. من هذا المنبر الله يجازيكم بخير كنقولها، وكنتحمل مسؤوليتي. الله يجازيها بخير، والله يصلح لها الوليدات. وواحد القضيه قبل ما نجيب ولادنا، اي واحد فينا كيقلب على فين غيحط وليداته، حيت اعز حاجه هي الوليدات. ارتئينا انها فاش بحثنا في هذه المدرسه، هذه المؤسسه، عرفنا خدينا لي ريفيرونس ديالها، لقينا مدرسه عندها تقريبا ما يناهز تقريبا جايه ل 30 سنه، وهذا ماشي سهل. وشت انايا شخصيا على قبل، هي من بين المدارس الحره الاوائل في داخل المدينه المحمديه. شان نقول لكم، نقدر تخوني الذاكره ما قلت شي حوايج، مي اللي هو مهم واهم، مثلا على سبيل المثال على عبد ربي كنهضر لكم على نفسي، انا عندي ولدي بنتي في ترونكوما، وعندي ولدي في بريماني باك، لدرجه انها خدات معنا واحد البادره من غير هاد الشيء التسهيلات اللي دارت معنا الله يجازيها بخير. وهادشي راه ماشي مفروض عليها، مي البادره خداتها هي، ما حنا ما سميتو كنا قلنا غنقولوا دير لنا واحد 30% ولا كومسا. مشات معنا بعيد، مشات معنا بعيد، انه الناس كاع اللي سالاري اللي كيتخلصوا قالت لك واخا انتم كتخلصوا، فيو حتى انتم راكم ساهمتوا في هذه الجائحه، عطيت واحد من لابوسيون ديالكم الدوله خدات لكم سميتو، انا ما غنكونش انايا سميتو، ساهمت معنا ودارت معنا 50%، والله يجازيها بخير. هذا الشيء اللي كاين، واللي اكثر من هذا الشيء اللي هذه هي النقطه اللي افضل، اللي زعما راه خلات واحد الحاجه في القلب ديالي اللي ما غننساهاش، الا هي اولادنا، حيت دابا عندهم امتحان في سبتمبر ديال بريمير باك، خدات على العاتق ديالها والله يجازيها بخير، انها في اوت غتحل المدرسه، في الاخر لي دو سيمين ديال اوت غادي تحل المدرسه باش تتعامل مع الدراري ديالنا في دوك المواد اللي غيدوزو فيهم الامتحان، اسافوار كسوا تعرفتوا الاجتماعيات، التربيه الاسلاميه، الفرنسيه، ومهم هاد المواد دارت معنا ان شاء الله من لاندي الاول ديال الاخر ديال لي دو سيمين اللي غيبقاو، غدير معنا الاثنين والثلاث والاربعاء والخميس والجمعة ميم لو السبت. وهذا الشيء راه ماشي سي با دوني، ماشي ساهل، وعلى شارج ديالها باش تكون هذا الشيء ما غنخلصوا فيه حتى ريال، اي كومبري غتسيفط لنا الترونسبور لولادنا للديور ديالنا، يهزوهم الصباح ويردوهم في العشيه. وهذا راه كيبان لي ما كاينش اكثر من هذا الشيء، وهذا هو عين العقل. انا صراحه انا كنشكر مدام فاطمه بركات، الله يجازيها بخير، والله يرحم لها الوالدين، والله يتمها باقي على خير. وهذا كما كنقولوا، والحاجه الثانيه اللي سمحوا لي نكثر عليكم، حاجه اللي عجبتني وكما توشي مزيان، هو انها قالت لنا هادو راه وليداتي، كتقول لك هذه وليداتي، وهذه انتم راه مدراستكم. وشوف حل، راه شوف صراحه ما هذا الشيء راه ماشي اي واحد يقدر يكون هكا. وكنشكركم حتى انتم على هذا سميتو، وانا انا كنقولها وما كنادمش عليها، انا راه كنتحمل مسؤوليتي في هذا الشيء. هذا الشيء راه كاين النافي، وهذا الشيء راه ما كاينش في المغرب كامل، على الصعيد المغرب كامل لا لاحظتوا، راه ما كايناش هذا الشيء، راه ما كاين حتى مدرسه. وانا راه كنتواصل مع الناس وكنشوف، عندي لي كوليك ديالي في الخدمه، راه كاين الناس اللي واصلين معاهم 20% وكيقولوا راه داروا معنا مزيان، في حين فاش توصل ل 50% راه الله يجازيها بخير، والله يرحم الوالدين. السلام ولدي.
الحمد لله انا عندي بنت بنتي هنا صافي دابا 10 سنين وما غنهضرش على داك السيد قال كل شيء من اللي غنزيد انا نقول لك بلا نفاق والله تيحاسب معاملات ديما مزيانه وديما حتى في ملي كتدخل وليداتك كاينه تربيه داخل المؤسسه انا ما تدخلش بسروال مقطع ما تدخلش بمكياج طالوني لك تي لابس دري صغير لا زعما المعاملات وكيستقبلوك والله يجازيهم بخير هذاك السيد اللي قال كل شيء ما خلى لي ما نقول ما عندي ما نقول التعليم عن بعد الحمد لله الحمد لله بنتي كتجيب دي بون نوت بلا سوايع بلا والو والله ما نكذب عليك الدوره الاولى جات 16 ودابا الحمد لله ثاني غدا ملي كانت عندها 3 سنين وانا كنقري هنا الحمد لله الحمد لله ما كتقدرش تبدل هاد سميتو لا استاذه فاطمه بركات ملي كانت الاول ولا السيده مديحه كلشي معاملات ما عندنا ما نقولوا شوف اش قلت لك قبيله قبل ما تبدا تصور هادشي كيدار كيتشويك في القلب ملي كتمشي لشي بلاصه اللي عندهم مدخول ما نعرف شنو تيقول لك وشي وحده اللي كتعيط عليك كتقول لك تعالي الا ما عندكش ما تخلصيش اش غدير ليها راه الله اللي غيجازيها وربي غادي يعوضها في على هادشي كلشي ماشي انا اللي هضرت راه بزاف ديال الناس هضروا ديما اللي عندك الراميد وعندك لاسينيس ما تخلص سريع واللي عندهم كاينين الناس وليداتهم هنا كاينين في لاسامير وكيتوشي كتخلص 50% راه اش غنقول لك الحمد لله الله يجازيهم بخير شكرا انت نتوما بزاف.